السناجل أنيو هاسيو. السلام عليكم and welcome back everyone مع حلقة اللي تعتبر من أهم الحلقات بعام 2024 واللي واضح من العنوان ليش. هل فعلا جيسو تدعم وسومي تدعم وفرقة بي تي اس يدعمه وفرقة بلاك بينك وتوايس وسيفنتين وآيتيز وإنهايبن وسوبر جونيور وآيف وآسبا، هل كلهم يدعموا؟ ايش القصة يا جماعة؟ الشيء اللي صار بشهر ديسمبر بعد احداث 7 اكتوبر، يعني بعد ما صار اللي صار بغزة، كل الايدولز اللي ذكرتهم فجأة ظهروا بشهر ديسمبر كلهم وهم قاعدين عم بيشربوا ستاربكس، والكل بعرف بانه ستاربكس من المنتجات اللي طبعا مقاطعة عالمية، عارفين انتوا ليش السبب. لكن فجأة كل الايدولز والفرق اللي ذكرتهم بشهر ديسمبر يظهروا على السوشيال ميديا وهم عم بيشربوا ستاربكس، ولذلك طبعا الكارهين ما صدقوا، بلشوا طبعا ايش بالدلائل بانه يس فرقة بلاك بينك يدعموا وفرقة بي تي اس وتوايس واسبا وانهايبن وهو الاخره. فلذلك انا كان المفروض اني اصور حلقة هاي قبل اسبوع او اسبوعين، لكن سبحان الله كان ربنا اشاء اني ما اصورها واجلت اجلت اجلت. وخلال هالأسبوعين اللي أنا ما صورت فيهم الحلقة صار في أحداث أنا صدمت، يعني الإشي اللي صار بتاريخ ديسمبر السنة الماضية، كيف إنه كل الآيدولز اللي ذكرتهم ظهروا بدعم لستاربكس فجأة كلهم اعتذروا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ودعموا غزة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. على ما تفهموا السالفة بدي اياكم هسه فورا تنزلوا تعملوا لايك للفيديو وتنشروه وين مكان، لأنه بصراحة الموضوع جدا مهم، والكارهين أخذوا بس جزء واحد من الموضوع وما كملوا الباقي، ما شافوا إيش عملوا فرقة إنهايبن، إيش عملوا فرقة آسبا، إيش عملوا فرقة مثلا حتى سومي، وهم بعد أكو آيدولز كثير غيرهم إيش عملوا بعد ما عرفوا إنه ستاربكس يدعم. كيف تحول الموضوع من دعم إلى مقاطعة؟ يعني هدول الكفار اللي عم تحكوا عنهم كفار هلأ هم واقفين مع غزة، هلأ هم عم بدعموا غزة بطريقة مباشرة أو حتى غير مباشرة، لأنه اللي سووه دعم، أنا بعتبره دعم. هلأ قبل ما أتكلم عن الآيدولز هدول بس بدي أذكركم بموضوع جدا مهم، على مود بعد ما أحكي الموضوع هاد عملتوا لايك عملتوا شير ممتاز، بعد ما أحكي الموضوع هاد المهم بعدين رح أنتقل إلى الكيبوب آيدولز اللي هم بنظركم أو نظر الكارهين هم كفار. قبل ما نحاسب الكفار بدنا نحاسب المسلمين. بدي أحكي عن اثنين انشهروا بالأحداث اللي صارت بسبعة أكتوبر في غزة. مش رح أتكلم عن المشاهير للأسف اللي هم حثالة المشاهير اللي انشهروا بس بسبب غزة، وبعد ما حصلوا على مشاهدات ومشتركين بلش يعملوا إعلانات. هم أصلا ما حداش كان داري فيهم، أصلا من قبل أحداث 7 أكتوبر ما حد كان داري بأهلهم وكانوا موجودين، لكن فجأة تحول محتواهم إلى غزة. شاف الموضوع جاب دعم كثير كبير وقالوا يلا بنكمل. من بناتهم أكو اثنين غزاويين، واحد جوا غزة واحد خارج غزة. اللي خارج غزة بأول أحداث 7 أكتوبر يا جماعة أنا ما كنت أعرفه، لكن هو مشهور، بلش يعمل طبعا إيش حملة تبرعات مع لجنة خيرية، وهاي اللجنة الخيرية الجمعية الخيرية هاي تدعم الكيان الصهيوني، أصلا هي جمعية صهيونية، كيف رح تدعم غزة ما بعرف. والمهم بأنه عمل إعلانات ودعايات وحط رابط وجمع 2 مليون دولار لأهلنا في غزة، فجأة بيوم وبليلة اختفى اللينك، الرابط اختفى، الإعلانات اللي صورها اختفت كليا، الفلوس 2 مليون اختفوا، وبكل وقاحة لسه لغاية الآن موجود. ما رح أقول اسمه وما رح أقول شو بيشتغل، لكن أكيد الكل عرفه. 1 مليون متابع، بتقول أنا محايد؟ لا، أنت انبعت وأنت خاين لبلدك. هدول مسلمين غزاويين. ننتقل هسا إلى الكفار. أخذتوا فكرة أنتوا؟ فهمتوا الموضوع؟ إنه لسه في ناس موجودين بيناتنا خونة ما بتأمنوا بينباعوا بأرخص الفلوس. ننتقل هسا للكيبوب آيدولز، بداية مع سومي. يا جماعة سومي نزلت فيديو على الانستغرام والتيك توك وكان أول الفيديو واضح إنها عم تشرب من ستاربكس. هلأ الفيديو هاد أنا بلشت أشوف تعليقات الفانز، هون الموضوع بينقسم لقسمين، بأنه الآيدول أصلاً الكوريين
ما بيعرفوا ايش بيصير بغزة، ما بيعرفوا ايش بيصير بفلسطين، فاحنا ما منلومهم، ما منسبهم، ما منهاجمهم. يا جماعة امسكوا اي ايدول كوري قل له وين فلسطين بالخارطة، ما بيعرف، فاكيد ما رح لومه. فهون بيرجع الدور للفانز كيف يوصلوا الفكرة بطريقة محترمة بانه هذا المنتج احنا مقاطعينه لانه بيعمل هيك في غزة، باطفال غزة، نساء غزة، بفتيات غزة، بشباب غزة. لما الايدول هاد يفهم الفكرة هو لحاله رح يخجل يسحب الموضوع. وفعلا هذا الشيء اللي صار مع سومي. سومي نزلت الفيديو وكانت عم تشرب ببداية الفيديو من ستاربكس ومجموعة صورها من بعد. بعد ما قرأت تعليقات الفانز سواء كانوا عرب أو أجانب وضحوا لها بأنه إحنا عاملين مقاطعة لستاربكس لأنه اللي صار في غزة. فورا بعد كم يوم تخيلوا كيف انتو سومي حذفت الفيديو كليا، حذفت الفيديو، مستغني عن الفيديو والإعلان والفلوس وكل إشي، رغم انه واضح انه الفيديو هو عبارة عن إعلان، إعلان مدفوع، واضح جدا. ومع هيك سومي استغنت وأكيد رجعت الفلوس للشركة، أنا متأكد 100%. طيب أوكي، جيك من فرقة انهايبن طلع قبل كم يوم على الويفرس لايف وكان عم بيشرب من ستاربكس عادي، الشاب عادي، مش انه قاعد عم بجاكر او بيستفز، لا ماسك ستاربكس وعم بيشرب عادي. فبعد ما خلص البث طبعا كل فانز فرقة انهايبن كانوا بالتعليقات انه يجب انك تقاطع، هذا الشيء ما بيصير، وضحوا له الفكرة بطريقة محترمة. هو طبعا لما شاف الموضوع وقرأ الاشي اللي صار وانه هذا اللي عمله عبارة عن كارثة وستاربكس يجب انه يتم مقاطعتها، كتب بالشهاد واعتذر لكل الفانز وقالهم بأنه مش راح يعيد الموضوع، مش راح يشرب من ستاربكس. تخيلوا هذا عم نحكوا عنه كافر، احنا عم نحكي عن هدول كفار. انا مصدوم منكم انه كيف انتوا قاعدين عم بتكفروهم وانتوا اصلا مش فاهمين ايش صار بعد ما شربوا ستاربكس. نكمل بعد ما شربوا، انتوا خلص شربوا ستاربكس، لا هدول بدعموا الكيان الصهيوني. طيب كملوا شوفوا ايش صار. طيب هلا كمان جيزيل من فرقة أسبا نزلت مجموعة صور وكان واضح بأنه آخر صورتين اللي هو فيها الآيس كريم من ماكدونالدز. كمان جميع الماي هم فانس فرقة أسبا بلشوا يوضحوا لجزيل بأنه إحنا مقاطعين ماكدونالدز لأنه ماكدونالدز بدعم الكيان الصهيوني ولازم الكل يقاطعه. شو عملت جزيل؟ حذفت صور ماكدونالدز من حسابها. هدول كفار. أنا مصدوم، يعني أنا وطلعت حكيت عنهم بنفس الوقت كان أتوقع الكل كرههم، إنه يس نشروا صور لستاربكس، فيديوهات لستاربكس، صور لماكدونالدز وبلشت أحكي عنهم، بس أنا بعطي الإنسان مجال أو فرصة إنه يشوف الغلط اللي هو سواه وله حرية الاختيار، يا بيشيلها يا ما بيشيلها. طيب بالنسبة لجيسو من بلاك بينك، هل تدعم؟ لأنه نزلت ستوري على حسابها، ستوري مش بوست، ستوري يعني بنشال بعد 24 ساعة المفروض. نزلت ستوري وهي عم تشرب من ستاربكس. طبعا جميع مش بس البلينكس، جميع الكي بوب فانز فاتوا على حسابها، بلشوا يعلقوا على صورها يفهموها بأنه احنا مقاطعين ستاربكس. الستوري هاد ما صمد 24 ساعة، تخيلوا بعد 10 ساعات انحذف. هذا الشيء دليل على انه جيسو عرفت انه الشيء اللي سوته غلط وهي تدعم فلسطين وغزة، لأنه لو مش فارقة معها كان ما حذفته، كان قاعد 24 ساعة وعادي. لكن البلينكس بيعرفوا بأنه هذا الستوري ما كمل، صح ولا لا؟ طيب بالنسبة لبي تي اس نزل مجموعة صور وإعلانات أنه عم بدعموا ماكدونالدز. يا جماعة هذا الحكي من سنين، هذا الحكي من السنة الماضية أو قبل سنتين ثلاثة، هذا الإعلان قبل 7 أكتوبر بسنتين ثلاثة. طيب بالنسبة لبلاك بينك أنه عملوا ترويجات وعملوا باكج انليمتد، طبعا إصدار محدود مع ستاربكس، هذا الحكي قبل سنة. كمان فرقة توايس انه تعاونوا مع ستاربكس، هذا الحكي ببداية السنة صار. كل هذا الحكي اللي انتو شايفينه قبل احداث 7 اكتوبر. هلا بالنسبة لباقي الفرق اكيد طبعا فانز الفرق دخلوا ووضحوا الصورة للايدولز مالتهم، وانا متأكد بانه رح يطلعوا بتصريحات ويبلشوا يحذفوا الصور، وانا متأكد بانهم مش رح ينزلوا بالمستقبل اي صورة فيها ستاربكس او ماكدونالدز. هلا بس بدي اوضح لكم، ستاربكس وماكدونالدز هدول الاثنين عبارة عن معلمين مهمين جدا بكوريا، يعني كل الشعب الكوري بيعشق ستاربكس وماكدونالدز. وبرجع وبكرر بانه اصلا
أصلاً هم ما بيعرفوا إيش بيصير بفلسطين، ما بيعرفوش أين موقع فلسطين بالخارطة. إحنا ما منسبهم، ما منهاجمهم، منحكي معهم بطريقة محترمة. وهدول الكفار اللي بنظركم شوفوا شو عملوا. بالمقابل في مسلمين مش مهتمين شو اللي عم بيصير قاعد بغزة أبداً، ولا نشروا أي ستوري ولا أي بوست ولا أي تعليق، عايشين حياتهم عادي. غير الناس اللي استغلوا غزة، عم بحكي عن عرب مسلمين اللي استغلوا غزة، وفي ناس أصلاً مش فارقة معهم ولا مهتمين. بس بالمقابل في عدد كبير طبعاً مع غزة ومع فلسطين. طبعاً هسه رح يجي طبعاً واحد دون ذكر أسماء يأخذ هذا الفيديو يعمل محتوى عليه رياكشن، يبلش يقول لي آه ما أنت الكافر وأنت قاعد بت... عزيزي، الكفار اللي مش عاجبينك هدول داعمين غزة. الكفار هدول اللي مش عاجبينك مجرد ما حذفوا منشوراتهم وفيديوهاتهم وستورياتهم لمنتجات تدعم الكيان لستاربكس وماكدونالدز، متابعينهم قاطعوا ستاربكس وماكدونالدز، متابعينهم بالملايين قاطعوا ستاربكس وماكدونالدز. هلا هذا الفيديو بتمنى انه ينتشر وين ما كان على مود الكارهين يعرفوا بانه الكفار اللي بنظرهم كفار بدعموا فلسطين وواقفين مع غزة. وبس هذا هو كان فيديو اليوم، اتمنى اكون وضحت الصورة بالكامل وما نسيت اي شيء. بالنسبة لفرقة نيو جينز، الاعلان اللي سووه فرقة نيو جينز لماكدونالدز اللي نزل بعد احداث 7 اكتوبر، يا جماعة الاعلان هذا تصور قبل أشهر، يعني من بداية السنة الماضية متصور وجاهز والآخره، لكن ماكدونالدز شافوا أنه في مقاطعة كثير كبيرة صارت عالميا من بداية 7 أكتوبر، وشافوا أن فرقة نيو جينز يعني ضربين الدنيا، فقالوا مننزل إعلان فرقة نيو جينز بعد 7 أكتوبر عشان نرجع المبيعات، لكن الناس لسه مقاطعين. يعني I'm sorry McDonald's, Starbucks. I'm so sorry. حزنان عليكم صراحة. انطموا انطموا، لا تحاولوا، يفضل انكم تختفوا بكون احسن. خسائر اسرائيل بالمليارات، ما حداش يقول لي ترى مش مستاهلة، لا مستاهلة بالمليارات بسبب المقاطعة. مش انه اضراب يعني بس كم شهر، لا مقاطعة اسمها، مش اضراب، مقاطعة. اضراب يعني بس كم شهر وبنرجع، لا بس المقاطعة للأبد. وإن شاء الله نسمع أخبار حلوة عن غزة قريبا وعن فلسطين، والله يحمي كل أهلنا في غزة ويرحم الشهداء. جايز هذا كان فيديو لليوم، أتمنى أن يكون لإعجابكم، ما تنسوا لايك وشير، and see you next video. أنيو. Çok teşekkür ederim.